منتج جديد من ضمن منتجات معرض كريم للأدوات المنزلية، كوبايات، استكانات، كوباية مية، كوباية عصير، حاجة كده روعة، طقم محترم بجد. عبارة عن 6 استكانة مع 6 طبق للاستكانة. مواصفات للاستكانة هنلاقي الكنار بتاعها بالذهب، في النص هنلاقي شغل ذهب مع بلاتين، يعني حاجة راقية جدا. المنتج ده تركي. الطقم معانا بدايته عبارة عن 6 استكانة زائد 6 طبق للاستكانة. رصيت انا اجمالي الطقم كده على بعضه على الرف عشان تشوفوا الطقم كبير ازاي وعدده مغري جدا وبسعر مغري جدا على فكرة. بسم الله ما شاء الله. الشغل اللي في النص ده اللي هو الذهب مع البلاتين بصراحة حلو جدا. بتحب البلاتين هيمشي معاكي، بتحب الذهب هيمشي معاكي. ده بقى طقم كوبايات العصير، بيكون 6 قطع. شايفين جمال الشغل؟ الدمعتين اللي بيبقوا في ختم اللي هو الختم من تحت ده، ان هو تركي. ده الشوب بتاع المية. دي بقى كوباية المية، 6 قطع. يبقى هنا المية 6 قطع بالجمال اللي احنا شفناه. الاستكانة 6 قطع، طبق الاستكانة 6 قطع، كوباية العصير 6 قطع. الطقم ده 24 قطع، تحفة فنية يملي النيش بجد.